سنوي يقام في كل عام بمشاركة واسعة من النساء الفلسطينيات يلي بيعرضوا في مجموعة من منتجاتهم المصنوعة بشكل يدوي، إما منتجات غذائية أو مصنوعات أو حتى ملابس تراثية وأثواب فلسطينية مطرزة، بيكونوا حريصين على تواجدهم لإصرارهم وعزيمتهم على الإرادة وعلى الوصول إلى أهدافهم السامية من خلال منتجات نسائية مميزة. هذا البازار يلي بيشهد مشاركة واسعة من النساء الفلسطينيات بمنتجاتهم المتنوعة أيضا يشهد مشاركة واسعة من الجمهور الفلسطيني اللي بيكون حريص على متابعة مثل هذه البزارات. مزيد من التفاصيل من خلال فقرتنا الصباحية، خليكم معنا. مركز شؤون المرأة اليوم بنظم بازار منتجات نسائنا. سبق بداية العام نفذنا بازار في منطقة الجنوبية رفح، واليوم بننظم هذا البازار بمشاركة عشرات بل يمكن مئات من النساء الرياديات صاحبات المشاريع الصغيرة. هذا البازار بيحتوي على أركان مختلفة، ركن للتراث، ركن للمشغولات اليدوية، التطريز، الصناعات الغذائية، الاكسسوارات، ركن للمشغولات الخشبية والفنون. اليوم هو يعني مساحة لتسويق الرياديات وتسويق المنتجات، وأيضا إطلاق للمتجر الإلكتروني اللي بده يساهم في ترويج وتسويق منتجات النساء، باعتبار أن أهم تحدي يواجه النساء صاحبات المشاريع هو تسويق منتجاتهم خارج غزة وداخل قطاع غزة. هذا المتجر رح يساعدهم، واليوم كمان هو رسالة لتعزيز صمود المرأة الفلسطينية وخاصة المرأة الريادية وصاحبة المشروع، المرأة اللي تحدت البطالة وتحدت الفقر وتحدت الحصار وبقيت صامدة على هذا الوطن، وبقيت يعني متواصلة في عملها وفي مشاريعها الصغيرة. إذا بدنا نتحدث عن أوضاع المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، بيقول إنه المرأة الفلسطينية بتعيش أوضاع في غاية الصعوبة وفي غاية الحرج بسبب استمرار الاحتلال والعدوانات المتكررة، وأيضا بسبب استمرار الحصار لأكثر من 16 عاما، وأيضا ارتفاع واضح في معدلات البطالة وفي معدلات الفقر، وأيضا ارتفاع في معدلات العنف الممارس ضد النساء، وأيضا تحديات لها علاقة بحالة الفقر اللي بتعيشها الأسر الفلسطينية وقلة فرص العمل المتاحة أمام النساء وخاصة الخريجات. هذا البازار هو أيضا مساحة للنساء صاحبات المشاريع اللي ما انتظروا الوظائف الرسمية وأسسوا لنفسهم فرصة عمل وفرصة لكسب الرزق وتوفير دخل إلها ولأسرتها. دائما الجمهور في قطاع غزة، جمهور مركز شؤون المرأة، دائما متواجد في كل أنشطة مركز شؤون المرأة، في المعارض وفي المهرجانات وفي البازارات، وإحنا أكيد نستمد القوة من جمهورنا اللي موجود اليوم وموجود معانا كل يوم. مشروعي مشروع أزرار قائم في بيتي. هذا المشروع بتشتغل فيه حوالي 10 سيدات منهم خواتي وأقاربي. اليوم أنا حبيت أعرض
بعض اللي من بعض المنتجات اليدوية السهلة والبسيطة والمميزة بنفس الوقت، والتي تنال إعجاب السيدات والتي تلقي سوق في الأوضاع الوضع الاقتصادي اللي بتعيشه سيدات فلسطين. طبعا هذا البازار أنا بعده الأول الفريد من نوعه، البازار للأمانة شكرا لمن قام على هذا البازار، وبالنسبة للبازار بالنسبة لإلي والسيدات اللي شارك في هذا البازار نقطة كتير حلوة ورئيسية وأساسية، لأنه نطور من مشروعنا الأكثر ونعرف إيش طلب السيدات فيما بعد، وكمان هو بيتيح لنا الفرصة إنه نتعرف على بعض السيدات الجديدات. مشروع صبارة بيختصر نبات الصبار وجلي الألوفيرا. عندي تشكيلة من نبات صبار بتصل يعني لخمسمية نوع. بشتغل على الصبار من البذور لعند ما يكبر ويصير شتلات كبيرة. بستخلص جلي الألوفيرا من صبارة الألوفيرا المفيد للبشرة وللشعر. في إقبال كتير على الشغل. عندي مشتل وبنفس الوقت بشتغل أونلاين. فكرة إني أشارك بمعرض هذه فكرة مهمة، لأنه في ناس بتكون محتاجة إنها تشوف المنتج دائماً. فمبسوطة بمشاركتي بالمعرض ومبسوطة بحضور الناس وإقبالهم على الزراعة. إقبال الناس على الصبار كتير حلو، في ناس لسه بتتعرف عليه وفي ناس هاوية مش أول مرة تشتري، فبتكون متعودة إنها تيجي وتتفرج على الصبار. الأنواع عنا متنوعة كتير ما بين عدة فصائل من صباريات عصريات ورقيات، تختلف على إقبال الزبون للنبتة. في بيكون معني بالشكل، في بيكون معني بالقوار نفسه، في بالزينة تاعت الصبارة، بس الإقبال بنفس بصفة عامة كتير حلو. احنا زاويتنا زاوية بلحة وزيتونة للتصنيع الغذائي. طبعا منتجات بلحة وزيتونة اللي بيميزها انها خالية من المواد الحافظة، تحاكي العادات والتقاليد، يعني هي شعبية نوعا ما، بتحكي عن جميع انواع المربيات، جميع انواع المخللات. طبعا احنا بموسم البلح والزيتون نشتهر بمربى البلح، التين، العنب، الجوافة، دبس الرطب، العجوة، فهي هي منتجاتنا. طبعا الحمد لله صار في وعي كتير وعي الفترة هاي من قبل المستهلكين والناس والزباين انه منتجنا المحلي منتج بدون مواد حافظه، غير عن المستورد اللي كله مواد حافظه وسكريات، فهذا الشيء كثير كويس. احنا بدنا نوصل الشكر لمركز سيون المراه والقائمين على البازار هذا، للامانه هذا فرصه كثير حلوه انه نعرف الناس واللي حوالينا والصحافه والاعلام عن المنتجات اللي احنا بنسوق لها، على اساس يعزز قيمه المنتج الوطني عند الناس ويعرف انه المنتج الوطني افضل بكثير من المنتجات المستورده. مشاهدينا الكرام، بهالزوايا المتنوعه يلي ضمت مجموعه كبيره من المنتجات النسائيه المميزه، منتجات غذائيه وصناعيه ومنتجات تجميل، وايضا المطرزات الفلسطينيه اللي دائما وابدا بتكون حاضره في كل البازارات الفلسطينيه، بنكون وصلنا لختام فقرتنا الصباحيه من المحافظات الجنوبيه. هذه عوده لسيدتنا برام الله، اليكم زملائي من جديد، يسعد صباحكم.